أعزائي المشاهدين، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أمية الخير. النهاردة هكلمكم عن موضوع يمكن انتشر على السوشيال ميديا كتير، بس مش هكلمكم بقى على الانتحار، يعني أكيد كلكم عارفين أنا هتكلم فيه، بس مش هتكلم على الانتحار النهاردة خالص. أنا هتكلم عن السعادة في ديننا، السعادة في الإسلام. بس من كام يوم كده كنت قاعدة بتفرج على حاجة، فبقلب لقيت فيلم قديم، البطل مش قطع شرايينه، ولا البطلة قطعت شرايينها علشان خاطر حبيبها سابها. فأنا لقيت الجيل كامل أو أجيال كاملة بتتعلم إن البطولة اللي هي تنهي حياتها بنفسها، وإن البطولة اللي هي تهون عليها نفسها. فاحنا دلوقتي عايزين نربي جيل كامل جديد على اللي هو ازاي يتقي ربنا عز وجل في نفسه، ازاي ما تهونش عليه نفسه، ازاي هو غالي عند ربنا، ازاي ان ربنا قال له ان الدنيا دي هتبقى هتطبلك طول ما انت معايا، طول ما انت في معية الله الدنيا دي طيبة قوي. ناس كتير هتقول لي دنيا ايه بس اللي حلوة، والدنيا ده فيها كتير، والدنيا وحشة. لا، الدنيا مش وحشة، الدنيا فيها مشاكل، بس المشاكل بتتحل، ولو نتقي ربنا ونستقيم على الطريق ربنا عز وجل هيكرمنا وهيساعدنا ويعيننا، عشان ده كلام ربنا: واستعينوا بالصبر والصلاة. الصبر والصلاة هتبقى في معية ربنا عز وجل. عشان كده النهاردة هنكلمكم عن أهم سر من أسرار السعادة، وهي الصلاة، مع شيخنا الجليل الشيخ أحمد الجهيني من علماء الأزهر الشريف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بك وبالسادة المشاهدين. دايما مشرفنا ومنور. ربنا يبارك فيك ويحفظك يا رب. شكرا جزيلا. أول حاجة، بس الشباب دايما حاسين إن الدنيا وحشة والدنيا ما فيهاش خير، وإن أنا مش عارف أعيش في الدنيا دي علشان أنا مش زي فلان اللي أبوه كذا، ومش زي فلان اللي معاه واسطة كذا، ومش عارف أشتغل، مش عارف أتجوز. فأنتوا بتيجي تقولي لي الدنيا حلوة، والشيخ أحمد بيقول لي الدنيا حلوة، إزاي الدنيا حلوة وأنا مش لاقي لا أتجوز ولا أكفي بيتي ولا أكفي أمي ولا أبويا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حضرتك ذكرت الآية: واستعينوا بالصبر والصلاة. فالدنيا قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في إيه؟ في كبد، يعني في مشقة. وقال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. يبقى إذن هنا في ثوابت إن الدنيا فيها مشقة، فيها ابتلاء. صحيح. والله سبحانه وتعالى يقسم الابتلاء كما يقسم الأرزاق. سبحان كل واحد ابتلاء شكل. مفيش حد فينا يظن إن في إنسان مش مبتلى. مش معنى إن إنسان بيضحك يبقى ده مش مبتلى. صحيح. مش معنى إن إنسان راكب عربية كويسة يبقى مش مبتلى. مش ممكن، مستحيل. لكن الله سبحانه وتعالى نوع الابتلاء، ده الامر الايه الاول. صح. كلنا مبتلى، لازم نعرف كده. كلنا مبتلى. كلنا. في ناس بيحسوا لما الانسان بيبتسم اللي ده مبسوط في حياته كلها وما عندوش اي مشاكل، مش عارف اللي هو صابر على حكم ربنا عز وجل. نعم. وبعدين المساله، انا بستعين بربي. صحيح. انا لو ما استعنتش بربي مش هقدر اشيل. شيلة الدنيا تقيلة. صحيح. تقيلة. فلازم أستعين بربي. أستعين بربي عن طريق إيه؟ عن طريق الطاعة، الصلاة، عن طريق ذكر الله سبحانه وتعالى، عن طريق معية الله، عن طريق حسن الظن. وما أجمل هذه السلسلة الطيبة. صحيح. اللي تجعل المسلم يعني يبقى سعيد فعلا، سعيد في عيشته، سعيد مع زوجته، مع أبناء، سعيد في المدرسة، في الجامعة، في الشارع، مع أصحابي. ففعلا ده أمر في غاية الأهمية. أنا مهما أحمل من هموم ومشاكل فأنا معي ربي سيهدين، أنا معي ربنا هيهديني، ربنا شايل عني. ده إحنا ضعفاء جدا، والله ما أضعف الإنسان، إحنا ضعفاء، لكن نستمد قوتنا من القوي. فقراء لكن
نستمد غنانا من الغني. ونعم بالله العلي العظيم. إذا أنا بالله إنما أنا لوحدي لا ضعيف ضعيف. أقول لك يا شيخ أحمد، أنا بصلي ومنتظم جدا على الصلاة وبتوجه ربنا وبعيط وأنا ساجد، بس ما فيش حاجة بتتغير، هو ربنا كده ما بيحبنيش؟ إحنا عايزين نقول إيه؟ لا نيأس ولا نقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى. وفي أثر أنا بحبه جدا، إن العبد إذا دعا ربه قال الله يا جبريل أخر مسألة عبدي فإني أحب أن أسمع دعاء. يعني أنت ربنا بيحب يسمع دعائك، ده أمر. الأمر الثاني، أنت يئست ليه؟ بقالك قد إيه بتدعي ربنا ربنا ما استجابش؟ سيدنا نوح من أولي العزم من الرسل ظل يدعو قومه كم سنة؟ 1000 سنة إلا 50 عام، 950 سنة يدعو قومه ولم يؤمن معه إلا قليل. أنت يئست ليه؟ أنت النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير الخلق وحبيب الحق صلى الله عليه وسلم، خير خلق الله على الإطلاق، علوية وسفلية من جن وإنس وملائكة صلى الله عليه وسلم. طيب ربط على بطنه الحجر من الجوع، صح؟ صحيح. نام على الحصير، صح؟ تعالوا نقول كمان أمنا عائشة والحديث عبد الله بن الزبير اللي هو ابن أختها أسماء، بتقول له إحنا كنا نرى 3 أهلة في شهرين لا يوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. فما كان يعيشكم يا خالة، كنتوا عايشين على إيه؟ قالت الأسودان، التمر والماء. هل تتخيلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم وبيوت النبي شهرين ما فيش حاجة بتطبخ، تمر ومية؟ النبي كان راضي ولا مش راضي؟ شاكر ولا مش شاكر؟ حامد ولا مش حامد؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ذاق مرارة الفقر، رغم ان النبي ما كانش فقير. ايوه صحيح. النبي كان الله جعل له الخمس في الغنائم، والخمس ده كفيل ان يجعل النبي اغنى واحد في مكه. صحيح. اغنى واحد في العرب، اغنى واحد في المسلمين. صحيح. لكن النبي كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. طيب. صلى الله عليه وسلم لا يرد سائلا صلى الله عليه وسلم. معظم الشباب اللي بتسمعنا دلوقتي يمكن الكلام عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وعن القرآن وعن ربنا ومعية ربنا هم بيسمعوه، يعني هم بيسمعوه بس قلبهم لسه ما وصلوش المعنى. نعم. يعني يقول لك ايوه انا عارف اللي ربنا معايا، بس هو مش حاسس اللي ربنا معايا. فهو عشان يحس الانسان بمعية ربنا عز وجل لازم يفهم يعني ايه معية ربنا. الله. ومن اكتر حاجه يعني الشباب بيشتكوا منها، انا بصلي علشان ربنا ما يدخلنيش النار. نعم. انا نفسي اخش الجنه، بس هو مش فاهم يعني ايه صلاه. نعم. فعايزين حضرتك تقول لنا يعني ايه صلاه. يعني انت عارف حضرتك استاذه اميره، مشكله، مش عايز اقول كل الامه، مشكله كتير مننا ان احنا بنصلي بجسد، صحيح، مش بقلب، مش بروح، مش باحساس، صحيح، مش بمشاعر. يعني بنصلي كأننا خشب مسندة، كأننا حجارة مرصوصة. لازم تعرف أن الله عز وجل لن ينتفع من هذه الصلاة، أنت اللي هتنتفع بيها. فأنا عايزك تقبل على الله بقلبك، حس بالصلاة، عيش الصلاة. يعني أنت واقف قدام ربنا سبحانه وتعالى، حس بالمعية دي، حس بالمقابلة دي. لو عايز تاخد اتصال. لا انا بس عايز اكمل نقطه وانا اخدها ان شاء الله. طيب. هو بس يعني الشاب بيقول انا مش فاهم يعني ايه صلاه، يعني انا عايزه، احنا في اجيال كامله نعم مش عارفه يعني ايه كلمه صلاه. نعم. مش عارفه ليه جايه من الصله مثلا. نعم. بالله عز وجل. نعم. طيب انا لو بصلي وعرفت اللي هي صله بالله. نعم. عز وجل. نعم. انا برقى عليه وبسجد ليه وبقول سمع الله لمن حمد ليه. فهو لو يعني حتى الدكاتره النفسيين في علم النفس يقول لك 80% من سعاده الانسان اللي هو يعرف انا بعمل الحاجه دي ليه. نعم نعم نعم. لكن هو قلبه مش حاسس عشان هو مش فاهم. نعم. ف
فعايزين حضرتك تقول لنا، هناخد اتصال وحضرتك تقول لنا. ماشي. السلام عليكم، معانا هايدي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضلي يا حبيبتي. ممكن اكلم الشيخ بس؟ طبعا طبعا، اتفضلي اتفضلي. حضرتك انا بصلي بس يعني بيجي فترة ولوحدي، ما بعرفش اصلي تاني، ما بلتزمش كتير قوي. الاول كنت بطريقة فصيحة جدا، ودلوقتي ابتديت اقطع، ولما بصلي ما بعرفش افتح عيني، يعني طول الوقت تلاقيني مغمضة عيني. يعني انت بترتاحي اكتر لما بتغمضي عينيكي قصدك؟ اه، بحس بخشوع فظيع وانا مغمضة عيني، فهل ده حرام ولا حلال؟ لا. طب يا حبيبتي اسمعيني، شكرا جزيلا. ناخد اتصال تاني. السلام عليكم استاذة اسماء. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام. عليكم. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا حبيبتي. من فضل حضراتكم لو سمحت، انا ليا استفسار عند حضراتكم. اتفضلي. انا عندي ولد مريض محتاج له جرعات كيماوي، انا بسأل في المستشفيات الحكومي، انا مش لاقي له مكان، والدكاترة قالوا لي ان لازم سرعة العلاج بتاعته، عشان لو استنيت اكتر من كده الورم هيكبر ويحتاج لعمليات، ويمكن ملحقش في دوري في المستشفيات الحكومية. انا عندي استفسار، انا دلوقتي المبلغ اللي مطلوب للجرعات بتاعت الكيماوي دي محتاجة 15,000 جنيه، يعني هو محتاج 10 جرعات، الجرعة ب1,500. طبعا انا ظروفي الماديه ما تسمحش، لان انا معايا ولدين غيره وجوزي شغال سواق لتوك. في واحده قدامنا بتدي الفلوس، بس بتديها يعني بتديها بالربا، بتديني فلوس وهترجع تاخد الفلوس، بس عليها مبلغ، ومبلغ كبير، مش شويه يعني. انا خايف اخد الفلوس احطها في علاج ابني، ربنا ما يكرمنيش فيه. فانا عايز افهم، انا مضطره هنا دلوقتي وما فيش قدامي سبيل، لا جمعيه ولا حاجه، ولا ظروفي تسمح، وفي نفس الوقت مضطره في الاسراع، لان ربنا ما يوري حضرتك طبعا، لما يكون عندك ابن وشايف ان هو تعبان مش عارف تعمل له حاجه، يعني مضطره في الاخر. انا في الاول وفي الاخر في الظروف اللي انا فيها مضطره، هل يجوز ان انا اخد المبلغ ده ولا ما يجوزش؟ استاذه اسماء من فضلك يعني هنرد عليكي، بس ما تقفليش، لعل ربنا يجعلنا سبب اللي احنا نقدر نساعدك في الموضوع ده. من فضلكم، من فضلكم خدوا رقم التليفون. طيب هناخد بس اتصال تاني. السلام عليكم. الو، استاذ احمد اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عايز اكلم بس الشيخ. طبعا اتفضل يا حبيبي. الواحد بس في شغله وفي تلاهي اليوم كده ما بيبقاش يعني ايه عارف يفضي وقت للصلاه، يعني كل كده الواحد ما يكون قاعد في الشغل مثلا، مثلا يقول اول ما اصلي مثلا العصر ما اعرفش ايه، اقول اخلص الشغل بعد كده اجل 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 اجل. تشتغل ايه؟ انا بشتغل في مجال الاتصالات. المجال الاتصالات. الاتصالات. نعم. طيب بس فبيجي في اخر اليوم كده مثلا اجل الصلاه، ما اعرفش مثلا ازاي افضي وقت، واعرف ازاي معنى الصلاه، واجي مثلا ببقى سامع صلاه الفجر، تبقى في حاجه كده بتحس ان انت مش قادر تقوم يعني. بالظبط. بقى انا ببقى صاحي وسامع الاذان بس ما اعرفش في ايه، ما اعرفش يعني، بس عايز اعرف ازاي الواحد يقدر يقدر معنى كلمه الصلاه ويقوم يصلي وكده يعني. طب معلش هسالك سؤال يا احمد، انت جربت تنتظم على الصلاه قبل كده؟ نعم. جربت تنتظم على الصلاه قبل كده؟ وفي صغري كنت بروح للجامع واحفظ قران وكنت ملتزم بالصلاه، بس ما ايه الاختلاف اللي انت حسيته جواك كده، يعني نفسك كانت عامله ازاي قبل كده حتى لو انت صغير ودلوقتي؟ في راحه نفسيه كده، اللي هو تحس ان في راحه نفسيه كده، بتعامل الناس بطريقه مختلفه، في راحه نفسيه يعني، في حاجه مختلفه طبعا، غير مثلا ما اكون دلوقتي مختلف ما بصليش، حاسس في حاجات المفروض ما تشيلش همها، همها بيزيد اكتر، حاسس ان الدنيا همها بيتقل عليك. ايوه صحيح، يعني حاجات ما تعملهاش لازمه، بس لا حاسس ان هي بتشيل همها كده. ان شاء الله هنرد على حضرتك. شكرا جزيلا. ان شاء الله. شكرا. طب يا جماعه انا بس هوقع، هي اتصالات كتيره، انا بس هاخد الرد بتاع. طيب هاخد نايمان. السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضلي يا حبيبتي. عليكم السلام. اتفضلي يا حبيبي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اكلم الشيخ؟ طبعا اتفضلي. اتفضلي. إيه، انا لما باجي اصلي ما بقدرش ان انا اكمل الصلاه، يعني بتوضى بس ما بقدرش ان انا اكمل الصلاه. ليه ما بتقدريش تكملي الصلاه؟ ايه السبب؟ مش عارفه، هو احساس بيوصلي ان انا اروح اعمل حاجه تانية وبعطل الصلاه قبل ما بتصلي؟
ده كل صلاة؟ لا. يعني انت بتقطعي في الصلاة يعني، ايه؟ بتقطعي في الصلاة بسبب بالسبب ده يعني. ايوه تمام. يعني انت بتتودي وبتعملي كل حاجة، بس هتيجي عند الصلاة تروحي تشغلي بأي حاجة تانية. نعم ايوه ماشي، شكرا جزيلا يا اسماعيل. نعم. طيب هو انا شايفة ان معظم المشاكل اللي جاية في نفس الإطار اللي احنا بنتكلم فيه، ان الناس مش فاهمة يعني ايه صلاة، يعني يكونوا بيقطع، يعني هو بيروح شغله كل يوم. نعم. وبيلتهي عن الصلاة بالشغل، يعني هو يعني يا شيخ احمد معلش انا عايزة اقول حاجة، يعني هو لو مديره رفع عليه سماعة التليفون وقال له انت تعالى دلوقتي هيروح جري. نعم صح. والملك المهيمن بيقول له تعالي لي 5 مرات وهو بس. انا برضو يعني حضرتك يعني ومشايخنا اللي يعني ربنا يعزكم، عايزين بس الخطاب الديني، حضرتك قول لنا الصلاة دي معناها ايه؟ هو انا برضو مش عارف ليه عايز، حاسس ان انا لازم اتكلم كلام صعب يعني، فيعني استحملوني شويه يعني. لا اتفضل حضرتك دايما. اولا لازم نعرف ان الصلاه هي الركن الثاني من اركان هذا الدين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على 5: شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه. يبقى الصلاه هي الركن الثاني من اركان دي واحده. الثانيه الصلاة فرض. يعني ايه فرض؟ يعني لا اختيار لي فيها. ما ينفعش يا استاذة ميرا اظن او افتكر نفسي انا حر اصلي او ما اصليش. لا لا، دي فرض واجب عليك لازم تأديها. الامر الثالث بقى الصعب اللي انا عايز اقوله يا اخوانا، احنا عايزين نعظم الله سبحانه في قلوبنا، عايزين نكبر ربنا في قلوبنا. الله اكبر الاذان دي، هل احنا فعلا نكبر الله عز وجل ونجعل الله أولا ولا لا؟ يعني أمنا عائشة لما كانت بتقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يداعبنا ونداعب ويلاعبنا فكان إذا سمع النداء فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. عارفين المعنى؟ معنى الله أكبر ربنا بيناديني، إذن فالله أكبر وأعظم من كل شواغل الدنيا، من كل محب الدنيا، أعظم من الزوجة، من الأولاد، من البيت، من الغيط. وده إعلان محبة حقيقي، ده إعلان محبة. لما أنا أروح لربنا سبحانه وتعالى يبقى أنا هنا بطريقة عملية بقول يا ربي أنت أحب إلي، أنت أحب إلي من أي حاجة يا رب. وبعدين نداء ربنا اللي هو بيقول لنا تعالوا لي، يعني ربنا هو اللي بيقول لنا تعالوا وإحنا نقول له لأ سبحانه وتعالى، أو مش فاضيين دلوقتي أو بعد شوية. لذلك قالوا سبحان الله، يعني الله غني عن العالمين وهو الذي ينادي عليك لمقابلته. وشوف الجمال، وإنت اللي تسلم وتنهي المقابلة. صحيح. إنت اللي تنهي المقابلة السلام عليكم. إيه العظمة دي؟ فهي المسألة يا إخواننا محتاجة تعظيم الله سبحانه وتعالى في القلب، تكبير الله سبحانه وتعالى في القلب. وأنا عايز أقول حاجة برضه، الصلاة دي لو أنا بحس فيها بحلاوة الصلاة وبجمال الصلاة وأدوقها كده، أدوق طعمها. ما هو الإيمان ده ليه طعم يا أستاذ أمير، الإيمان ليه طعم. قال صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. يبقى أنا عايز أدوق الصلاة، أدوق حلاوة مقابلة ربنا سبحانه وتعالى. ما هو الجمال ده والحلاوة دي هي اللي تخليني أتعلق بالصلاة. حضرتك بقى اشرح لنا يعني جمال الصلاة كده من أول ما بنبتديها. حاضر. يعني إحنا بنقول الله أكبر وبنستفتح. جميل. ليه إحنا إيه هو دعاء الاستفتاح عشان اللي مش عارفه، وإيه فايدة دعاء الاستفتاح للمسلم؟ تمام. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة وكبر كان يسكت هنيه، يعني إيه فترة بسيطة. فسيدنا أبو هريرة بيقول له إيه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ الصحابة كانوا يعني يرمقوا يشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة. بأبي أنت وأمي، يعني فداك أبي وأمي يا رسول الله، بتقول إيه في الفترة دي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس،
اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. فده استفتاح، انت بتقبل على الله بدعاء جميل، انا محتاج لربنا سبحانه وتعالى. طب النبي صلى الله عليه وسلم بيستفتح بيقول لربنا يا رب اغفر لي ذنوبي ليه؟ لو معاك اتصال ممكن ناخده. احنا هنكمل علشان ايه ما نقطعش. طيب. يعني جمال الصلاة. ربنا يبارك فيك. فهنا ليه انا بقول ايه، تخيلوا يا اخوانا عشان نعرف عظمة الصلاة دي ايه. لو ربنا ما فرضش علينا صلاة يا استاذ امير، ما فرضش علينا فرض لا صلاة ولا زكاة ولا حج ولا اي حاجة، كنا هنروح لربنا بذنوب قد ايه؟ شفتوا بقى العظمة بقى، شفتوا ربنا بقى. لذلك لازم نعرف ان كل عبادة لها غاية، لها هدف. في حاجة اسمها غايات العبادات. الصلاة لغاية، غاية الصلاة ايه؟ قال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. يبقى هدفك وغايتك من الصلاة إن صلاتك تنهاك عن الفحشاء والمنكر. ازاي صلاتك انا هنهاك على الفحشاء والمنكر؟ ممكن نكمل بعد ما اخد تصلي اني مش هنخلص. لا انا بس عايزه اكمل النقطه دي. طيب. هو صلاته يعني هتنهاه لما يكون صلاته صلاه جوارح وقلب. الله. بس هو معظم الناس قبل ما نرحم ربي. نعم. يعني صلاه جوارح. نعم احسنت. الحق كده خمس دقائق اصلي و... ايوه وارجع اشوف المسلسل او اشوف ولادي او يبقى هنا ازاي صلاتي، كيف تنهاني صلاتي عن الفحشاء والمنكر؟ لما أخذ منها حاجة اسمها الخشوع. بغية الصلاة الخشوع. ليس للمرء من صلاة إلا ما عقل منها. أنت فهمت منها إيه؟ حسيت بإيه؟ يبقى إيه الخشوع؟ كيف أخشع في صلاتي؟ يعني زي الإنسان بقى يبقى واقف حاسس اللي هو المولى عز وجل قدامه. روشيتا إيمانية في برنامج أميرة الخير، كيف نخشع في صلاتنا. أول حاجة استحضار عظمة الرب في القلب، ده من أول ما توضى قبل ما أخش الصلاة. سيدنا الحسن كان لما توضى كان وشه يتغير، لونه وشه يتغير، فقالوا له مالك؟ فكان يقول لهم ويحكم أو ما تدرون بين يدي أنا قائم؟ أنتوا مش عارفين أنا هقف من إيد ربنا. يبقى هنا استحضار عظمة الرب في القلب. يعني أنا لو هقابل رئيس ولا وزير هيبقى حالي إيه؟ أيوه صحيح. هيبقى حالي إيه؟ في ناس بتروح المسجد أو بتروح في بيتها بتبقى لابسة إزدال ولا لابس حاجات تجلبية البيت أو أيا كان، بيبقى مقطع وريحته مش لطيفة مع إنه راح يقابل الملك. نعم نعم والله. إن يعني يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فهنا يبقى اول حاجه استحضار عظمه الرب في القلب. يعني ايه استحضار؟ يعني انت حط كده فكر كده، انت رحت قبل مين؟ الله سبحانه وتعالى. طب انت رحت قبل ربنا؟ طب خلي بالك ده ربنا عارفك، ده ربنا كشفك، ربنا يعلم سرك. هيتولد من الاحساس ده ايه بقى؟ الحياء من الملك، الخجل من الملك، الكسوف من ربنا سبحانه وتعالى. واحد يبقى داخل على ربنا فيه حياء وفي خوف، المشاعر دي ربنا بيحبها. يبقى دي أول حاجة استحضار عظمة الرب في القلب. تاني حاجة مع تكبيرة الإحرام ترمي الدنيا خلف ظهرك. الله أكبر من الدنيا وما فيها وما عليها. تمام كده؟ الله أكبر. تكبيرة الإحرام، الدنيا بقت حرام علي، الأكل حرام، الشرب حرام، خلاص أنا دلوقتي في لقاء الله سبحانه وتعالى. دي يا شيخ أحمد دايما بنحط إيدينا بموازاة الأذن، ليه مش فوق وليه مش تحت؟ هو أولا في حاجة كتاب اسمه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي قال إيه؟ صلوا كما رأيتموني أصلي في الصلاة. في الحج قال خذوا عني مناسككم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم الحديث التي نقلت صفة صلاة النبي كان لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يخلي دي بحذو دي مقابلة للكعبة. يعني حتى الإيد بتصلي معانا. أيوة. باتجاه الكعبة كده. طيب. ودي تبقى في محاذاة الأذن، يعني مش كده، لا كده في إيه؟ اتجاه الكعبة. سبحان الله أكبر. كأن الإيد تتجه إلى القبلة مع جسدي ومع قلبي ومع روحي ونفسي. لا وسبحان الله، دي يعني أنا أول مرة في المعلومة دي، بس فيها جبر خاطر لأن نفسه يروح عند النبي صلى الله عليه وسلم أو يروح بيت ربنا.
نعم فكأنك دلوقتي في بيت ربنا. نعم أحسنت، تتوجه إلى البيت الحرام بقلبك ويدك وجسدك وكل شيء. يعني اللي زعلان بقى اللي هو ما راحش بيت ربنا، انت في بيت ربنا وانت واقف في بيتك، وربنا يوعدنا جميعا يا رب العالمين. طيب هو استفتح، نعم، وقال الله اكبر، نعم، وبقى ابتدى بفاتحة الكتاب. اكمل روشتة ولا طبعا اخش في فتحة؟ لا طبعا اتفضل. طيب نمر ثلاثة، التدبر لكلام الله سواء بيقرأ او بيسمع. قال تعالى: افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب أقفل. وقال: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من إيه؟ من خشية الله. يبقى هنا شيء أكيد ولازم، لازم يا أخوانا اللي بيسمع آية، إن كنت بتسمع أو بتقرأ آية، أن تتدبر، عيش معنى الآية. القرآن هذا نزل لك أنت، الله يكلمك أنت بهذا القرآن، أنت حاسس المعنى ده. يبقى إذن أي توجيه رباني أخده مأخذ الجد. لسه حضرتك بتقول الفتح، احنا بنخلص الفتحه في ثواني، ثواني بنعقلها بنفهم، مع ان الفتحه دي حوار كده، كلام ما بينا وبين ربنا عز وجل. طيب نكمل عشان انا عارف الفتحه لازم نقف معاها وقفه جميله الفتحه. صحيح. يعني يبقى قلنا التدبر لكلام الله سواء كنت تاليا او مستمعا. صحيح. وايضا عند سبحان ربي العظيم، عند سبحان ربي الاعلى، عيش مع كل معنى، لان دي معاني جميلة جدا وعظيمة جدا. طيب نمرة أربعة على ما أذكر، الاستعادة. قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. في شيطان مخصوص عشان يخليك تسرح في صلاتك، اسمه خنزب. صحيح. ويجوز بالكسر خنزب ويجوز بالضم خنزب، يعني كلهم صحيح. فلما تتبعت كلمة معنى كلمة خنزب دي في معاجم اللغة، سبحان الله، هو عمله ايه؟ انه يفسد علينا صلاة. لقيتها معناها قطعة لحم منتنة فاسدة، فله من اسمه نصيب، له من اسمه نصيب. يبقى هنا سنة مهجورة، عندما بتجد ان في سرحان في الصلاة ولا وكلنا بنسرح في الصلاة، استعذ بالله، قل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ممكن واحد يقول لك: طب انا بستعذ ومفيش فايدة. اقول له: لا، ما استعذتش انت، ما استعذتش، لان الاستعاذه لا تكون بطرف اللسان يا اخوان. صحيح. لازم يكون بمعناها، معنى اعوذ بالله يعني الجا واعتصم واتحصن بالله من الشيطان الرجيم. طب لو واحد قال بالمعاني دي، الشيطان هيكون هيقدر يكون ليه عليه سبيل؟ لا طبعا، الشيطان بيخاف من المؤمن، هيفر، هيجري. صحيح. وربنا قال عن الشيطان: الوسواس الخناس. خناس يعني ايه؟ يخنس، يرجع اول ما يذكر الله يرجع يخنس. صحيح. ويصغر. وفي طبعا برضو من الأسباب أن الواحد يدفل عن يساري لما يجي الشيطان يعني بغير ريق سلاسا، أيضا من السنة المهجورة في الصلاة. نعم، من السنة المهجورة. يبقى دي روشتة إيمانية اللي هيعمل بيها هيجد أن الصلاة ليها طعم تاني. طيب معلش تاني بقى، روشتة للناس اللي بتسرح في الصلاة والشيطان بيوسوس لها في الصلاة، تعمل نعم. إيه؟ حضرتك بقول لنا واحد اتنين. طيب تاني نعيدهم تاني. معلش. اول حاجه استحضار عظمه الرب في القلب. تلقي الدنيا خلف ظهرك مع تكبيره الاحرام. التدبر في كل ما تقرا او تسمع من ايات الله ومن التسبيح، سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الاعلى. الاستعاذه بالله من الشيطان الرجيم عندما ينزغك الشيطان بنزغ، لما يجي الشيطان ايه يذكرك بحاجه، يشغلك بحاجه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويبقى معناها اقولها انا بستنجد بستغيث بالله. طبعا. مش بطرف اللسان بس. مش خامس حاجه ولا رابع حاجه مش فاكر. طبعا. اللي هي ايه؟ ان يدفل المرء عن شمالي سلاسا بغير ريق. اللي يعمل كده ان شاء الله يدرك صلاته ويخشع في صلاته ان شاء الله. ان شاء الله. ابتدى في الصلاه فاتحة الكتاب بقى بيقراها. نعم. من اجمل المعاني في فاتحة الكتاب. نعم. وربنا يعني بيرد علينا، احنا مستمعين بس احنا مستحضرين زي ما حضرتك قلت عظمة المولى عز وجل. نعم. الفاتحة يعني ربنا جمع الدين كله في الفاتحة، وزي ما العلماء قالوا: وجمع الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين. يعني العلامة ابن القيم ألف ثلاث مجلدات في تفسير إياك نعبد وإياك نستعين، وهو مسافر الحج كده على الدبة، ألف ثلاث مجلدات اسمهم مدارج السالكين بين إياك نعبد وإياك نستعين.
وبعدين الحمد لله ربنا افتتح ايه السوره بالحمد لله رب العالمين. الحمد لله هناك دي الوهيه عباده، ورب العالمين ربوبيه استعانه، استعانه وتوكل، والالوهيه مقدمه على الربوبيه. نيجي بعد كده تمشي شويه اياك نعبد واياك نستعين، ده طباق بين الايه بين اول السوره وبين اياك نعبد واياك نستعين. اياك نعبد عباده، اياك نستعين ربوبيه استعانه، مقابله ايضا لايه الحمد لله رب العالمين. طب اياك نعبد في كده لطيفه من لطائف التفسير في اياك نعبد، لما نيجي احنا بنقرا نسمعها المتحدث مفرد ليه ما قلتش اياك اعبد، بنقولها بصيغه الجمع اياك نعبد. قال العلماء لو قلت اياك اعبد لواحد بمفردك كانك تمن على الله بعبادتك، ومن انت حتى ده انت كلك ذنوب، فكانك تقول بلسان حالك يا رب انا لا استحق ان اعبدك بمفردي لذنوبي وتقصيري، لذلك انخرط مع اخوتي فنعبدك سويا عسى ان تجد فيه قلب صالح فتقبلنا جميعا به. اياك نعبد واياك نستعين، يا رب انا نعبدك ونستعين بك على عبادتك، فان لم تعنا فلا طاعه ولا عباده. صحيح، من يعيننا غيره سبحانه وتعالى. نعم. انا عايزه حضرتك كنت بتقولي بقى واحنا بنتكلم قبل الحلقه، كنت بتقولي ربنا بيرد على عبده. أيوة. وهو بيقول الحمد لله ربنا. نعم نعم، الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي قسمت الصلاه بيني وبين عبدي، اذا قال العبد الحمد لله قال الله حمدني عبدي، الحمد لله رب العالمين أثنى علي عبدي، مالك يوم مجدني عبدي. وعندما يصل العبد الرحمن الرحيم هذا لعبد ولعبد ما سأل، إياك نعبد وإياك هذا بيني وبين عبدي. الله سبحانه وتعالى يناجيك، ربنا بيكلمك، الله يجيبك. يا أستاذ أميرة أنا أذكر لما رحت أول مرة طلعت حج وكنا راكبين العربية أنا وأصدقائي وبلبس الإحرام وداخلين على الكعبة، لما قلنا لبيك اللهم لبيك واحنا عارفين ربنا ما اجابه ربنا بقى ربنا يقول لبيك عبدي، لما انا لبيك ربنا الله يقول لبيك عبدي، اجابه ربنا انا افتكرتها في اجابه ربنا في الفاتحه، والله بكينا بكاء، كل العربيه رجت بالبكاء لان حسينا ان ربنا بيجيب علينا. انا بقول لبيك لبيك اللهم لبيك، الله يقول لي لبيك عبدي، انت بتقول الحمد لله ربنا يقول حمدني عبدي مجدني عبدي هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. احنا لو حسينا بالاحساس ده لا ده انت هتعيش الصلاه وجمال الصلاه وحلاوه الصلاه ومتعه الصلاه ومعيه ربنا ومحبه ربنا. يا خبر ابيض، الانسان من غير صلاه يعني هيستوحش الدنيا. الصلاه عماد الدين. هيستوحش الدنيا. صحيح. الدنيا تبقى وحشه قوي قوي من غير صلاه، يعني الواحد هيتوه. لذلك احنا بنقول الصلاه هي بوصله الحياه. يا دكتور احمد، في ناس كتيره بتقول انا تايه في الدنيا دي، انا تايه مش عارف انا، تقول له طب انت زعلان من ايه؟ يقول لك انا زعلان، انا زعلان من الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ ارايتم لو ان نهرا بباب احدكم يغتسل فيه المرء 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ درن الوسخ. هل يبقى؟ قالوا كيف يا رسول الله، يعني ازاي 5 مرات؟ احنا بقى نقول ايه ده هيبقى انضف من الصيني بعد غسيله. ايوه صحيح، يعني هيبقى نضيف جدا. صحيح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك الصلوات الخمس ينقي الله بهن الذنوب والخطايا. الله، تطهير النفس، يعني ربنا اراد الخير لينا يا اخواننا. الله سبحانه وتعالى لن تنفعه الطاعه ولن تضره المعصيه، ما تنساش دي، ما تنساش ان الله غني عن العالمين. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد ان يشا يذهبكم وياتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. يبقى كلنا فقراء الى الله. طب انا فقير مش اروح للغني واقول له يا رب من فضلك الدين؟ يعني انا لما الجا لربنا احسن ما الجا لعبد. هو ده السبب اللي الناس تايهه، هو بيروح يلجا لعبد زيه
بيقول له معلش مرة، والمرة التانية بيخليه ما خلاص مش عايز يسمعه. هو بيلجأ لربنا 5 مرات في اليوم ايوه وبيسمعه ايوه وبيقول له انا موجود عشانك. لذلك انا بقول ايه، ان انت عارفه يا استاذه امير ما فيش واحد فينا ما عندوش مشاكل. صح. فيها ايه لما نجيب مشاكلنا دي كده في الصلاه وارميها بين ايد ربنا؟ صحيح. يا اخي خف الحمل من عليك وانت مش عايز تريح نفسك. والله يا شيخ احمد يقينا يقينا، والله وعن تجربه يعني انا مش بقولها، والله لما بترمي كده حمولك عند ربنا بيشيل همك كله. الله والله الله العظيم الله الله. نعم. بتحس ان انت خفيف، وتاني يوم او تالت يوم يجيلك الاجابه سبحان الله. يعني مش ممكن ربنا هيغزلنا يا دكتور احمد. اليس الله بكاف عبده سبحانه وتعالى، يعني ربنا مش هيكفيك. لذلك انا بقول ايه، اوعى تصلي بجمود قلب. لا 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 لا، ربنا يعمل ايه بصلاتك دي؟ لا انا عايزك تصلي وهات كده مشاكلك وحطها بين ايد ربنا، يا رب حلها لي، يا رب انا ضعيف، يا رب انا فقير، يا رب انا مسكين، يا رب انا محتاج لك، يا خزائن ربي ملأى لا تنفد، بس انت اطلب. كان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يقول له خشع لك بصري وسمعي وعظمي وعصبي الله وكلي سبحانه وتعالى، يعني صلى الله عليه وسلم. أحسنتي. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لسيدنا بلال إيه؟ أرحنا بها يا بلال. الله عن الصلاة. أرحنا بها، شوفوا الجمال، شوفوا كلمة هي دي اللي هتريحنا. أنت تعبان وعندك مشاكل وعندك هموم، أوعى تقول لي وبصلي. لا لا، لو صليت بجد والله هتستريح، والله لو صليت بجد هتستريح والهموم دي هتتحل. وانت عارف حضرتك الصلاه يا استاذ امير لما بتصلي بجد الله سبحانه وتعالى بيديك قوه بتستوعب المشاكل، استيعاب المشكله، تقدر تفكر الله بيلهمك الصواب، بيلهمك الحق، بيلهمك العقل الراجح واللسان الصادق، كل ده بصدق لجوءك لله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. دايما بحس اللي في سجود المؤمن او العبد لله عز وجل قوه. نعم. يعني لما بيسجد بجبهته كده ومناخيره في الارض لربنا. نعم. هو ممكن العالم الغير مسلم او غير مسلم يقول لك ده شكل من اشكال الذل، بس الذل لله عز وجل قوه عزة وعزه. وعزه. اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. الله. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان ساجد عند الكعبة وكان في شوية من الكفار قاعدين بيضحكون ويسخرون من النبي صلى الله عليه وسلم، أبو جهل وعقبة بن أبي معيط وشيبة بن ربيع وعقبة بن الربيع وأبي بن خلف، فكانوا بيسخرون. حتى أبو جهل قال من منكم يأتيني بسلة جزور فلان، أحشاء الناس ذبحوا جمل صغير كده من يومين، مين يجيب لي أحشاء الجزور؟ فعقبة بن أبي معيط أشقى القوم، قال إيه؟ قال أنا. راح جاب، واستنوا لما الرسول سجد صلى الله عليه وسلم ووضع هذا القزر على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فراوي الحديث عبد الله بن مسعود اتحب جدا، حبيبي حبيبي ونبيي، بس أنا ضعيف ليس لي قوة إن أنا أنقذ الرسول صلى الله عليه وسلم. فقالوا الفاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، فجت رفعت هذا القزر ونظرت إليهم يعني تدافع عن أبيها. النبي بقى هنا رفع من السجود ودعا الله عز وجل. السجود رفع من السجود اللي كان أقرب ما يكون عبده ربه ساجد، وقال هم عاملين يضحكوا ويتمايلوا، اللهم عليك بأبي جهل، اللهم عليك بعقبة بن الربيع، اللهم عليك بشيبة بن الربيع، اللهم عليك بعقبة بن معيط، اللهم عليك بأبي بن خلف. تخيل يا استاذ امير سيدنا عبد الله بن مسعود يقول والذي نفسي بيده لقد رايت هؤلاء الذين سمى رسول الله صرع يوم بدر. لا اله الا الله. فالنبي راح جمعهم في حفره كده، وقف على الحفره ويكلمهم ميتين، يا عتبة بن الربيعة، يا شيبة بن الربيعة، يا عقبة بن ابي معيط، يا ابا جهل، يا اميه بن خلف، إني قد وجدت ما وعد ربي حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟
فسيدنا عمر قال رسول الله قد جيف وانت بتكلمهم 200 صلاه. قال والله انهم لاسمع بي منكم ولكنكم لا تعلمون. السجود والصلاه قرب من الله سبحانه وتعالى. احنا محتاجين ربنا. يعني الناس اللي قلبها تعبان ولا تعبانين في شغل ولا يقول لك ده مديري في الشغل والناس عماله بتديني اسفين ومش عارفه ايه، انت فين من ربنا؟ ايوه ربنا هيكفيك. ايوه كان حضرتك بتقولي دعاء كده عن سيدنا النبي صلى الله عليه صلى وسلم. الله عليه وسلم. حضرتك قلت اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف ما شئت. دعاء ولم اصحاب الاخدود. أيوة. الدعاء ده نجاه، وسبحان الله انا تذكرت حاجه ذكرتيني، الدعاء ده سبحان الله عمري في حياتي ما اقوله الا ويكفيني الله سبحانه وتعالى. والله الله. عمر الدعاء ده ما خاب معايا مره. سبحان الله. إيه لا احاذر من شيء واقول هذا الدعاء الا ويكفيني الله سبحانه وتعالى. يعني لاي مهموم او حاسس ان حد جاي عليه او مظلوم، اللهم اكفنيه بما شئت وكيف شئت، خلاص الله يكفيك. فانا عايز اقول ايه واعز، يعني اسمح لي اكد على هذا المعنى، احنا محتاجين لربنا قوي، كلنا مشاكل وضعفاء وفقراء، هو حنين علينا، مفيش احن علينا من ربنا، هو الحنان المنان. مفيش اكرم من ربنا، مفيش اعظم من ربنا. ربنا تواب، ربنا رحيم، ربنا كريم، اروح له ابكي له اشكي له افضفض له اكلمه، ما بقاش بقى واقف بين ايد ربنا سبحانه وتعالى ومشغول وسرحان. لا 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 ما ينفعش. بس ما تزعلش لو سرحت برضه، ارجع تاني. صحيح. ارجع تاني، ما احنا كلنا احنا بشر، ممكن ننسى ونسرح. صحيح. نرجع بسرعه ونعيش الايه اللي بنقراها، نعيش التسبيح. صحيح. هتحس ان الصلاه روحك رجعت لك تاني. صح. في ناس من حلاوه الصلاه وحلاوه السجود بنفتكر اللي حصل لهم حاجه، يعني من كتر قعد كتير ساجد. نعم. فلما سالت حد مره قال لي يا أميرة أنت مش عارفة يعني إيه حلاوة القرب من ربنا عز وجل. الله. أنا بحس إن أنا مش في الدنيا، أنا بحس إن أنا الله. الدنيا ما فيهاش ناس وأنا مع ربنا لوحدي. نعم. وهو سمعني وأنا بحس إن أنا مش في الدنيا فعلا، أنا في مكان تاني أحلى من ده بكتير. الله الله. بص حضرتك في معنى جميل جدا، قال العلماء إن الله سبحانه وتعالى شرع للمحبين من جنس كل فريضة نافلة. يعني ايه؟ في ناس محب تحب الصلاة قوي، فربنا جعل لهم نوافل لانه لن يكتفوا بالفريضة، فهيدور في ايه تاني؟ فربنا جعل سنن مؤكدة وسنن غير مؤكدة وقيام ليل، فالمحب لن يكتفي بالفريضة. المحب للصيام ربنا جعل له صيام اثنين وخميس وثلاث ايام من الهجرية وستة من شوال، المحب للحج في العمرة، المحب للزكاة الصدقة. يبقى هنا تصديق لكلام حضرتك، المحب للقاء الله سبحانه وتعالى لن يكتفي بالفريضة، ده بالعكس ده هينتظر انتظار الصلاة بعد الصلاة. صحيح. يعني مش هيبقى يخلص الصلاة ويجري، لا هيقعد يسبح. احنا استاذة ميرا بعد الصلاة التسبيح كأن عصافير. صح. صحيح. في ثواني 33 الله اكبر و33 الحمد لله و33 سبحان الله. لحقت امتى؟ طب فهمت ايه؟ طب عقلت ايه؟ حسيت بايه؟ مفيش. لا لا ما احنا عايزين بقى يعني ان شاء الله في الحلقات الجايه عن اسرار السعاده عايزين نقول للناس سر السعاده في الحمد لله، الذكر. ايوه جميل. والتسبيح وسبحان الله. نعم. عايزين نتفكر في المعاني، يعني احنا مش عايزين الناس تفهم. احسنتي يعني احنا من واحنا صغيرين في اولى ابتدائي او في حضانه كانوا يقولوا لنا الصوره دي عماد الدين. ايوه. نعم. واحنا مش فاهمين يعني عماد الدين. نعم. الناس عارف عماد عمود. نعم. نعم. عمود. نعم. زي بيتك في اربع عواميد الركن الاعظم. صحيح. نعم. لو واحد فيهم اتشد او اتشرخ بيتك كله اتهد. نعم احسنتي. وشوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم المعبر جدا والمؤثر جدا، يقول تحترقون تحترقون، شوفوا الظروف بتعمل والدنيا بتعمل فينا ايه، تحترقون تحترقون، فاذا صليتم الظهر غسلتها ثم تحترقون تحترقون، فاذا صليتم العصر غسلتها ثم تحترقون تحترقون، فاذا صليتم المغرب غسلتها ثم تحترقون تحترقون، فاذا صليتم العشاء غسلتها ثم نمتم
فلا شيء عليكم. يا رحمة ربنا، يبقى ده خير لينا، ده خير لينا. الله سبحانه وتعالى أراد أن يطهرنا، أراد أن يغسلنا من الذنوب والخطايا، لأن احنا بنقع لما بنقعش بنقع. كل ابن آدم، النبي قال كده، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. احنا مش أنبياء ولا معصومين من الزلل، بنقع بنتكعبل واحنا ماشيين، صح ولا لا؟ صحيح. يبقى انا محتاج ايه؟ اجي ربنا اقول له يا رب سامحني، يا رب اغفر لي، يا رب تب علي، وانا ساكت ادعي له الله سبحانه وتعالى يطهرك. وانت بتتوضى قبل الصلاه، لا، ومن احلى المعاني في التوبه لما حضرتك قلت، يعني ذكرتني ربنا كده لما بيقول ربنا عز وجل بيتوب علينا قبل ما احنا نتوب. الله. المحبه. نعم نعم، يعني للدرجه دي المحبه، يعني نعم. يا رب بتتوب علي قبل ما انا اتوب. من سنن الوضوء، والوضوء ده طبعا اساس للصلاه، ان النبي قال لا وضوء لمن لم يسمي الله. يعني الواحد قبل بسم الله، قبل ما تضوء ايه بسم الله، وبعد ما يخلص وضوء يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول، اللي يقول بعد الوضوء اشهد ان لا اله واشهد ان محمد رسول الله، تفتح له ابواب الجنه الثمانيه، يدخل من اي شاء. صحيح. وفي حديث غفر له. ايه الجمال ده؟ ايه الرحمه دي؟ محبه. ايه المعاني دي؟ طيب هل ينفع ان اسيب الجمال ده كله، واسيب المغفره، واسيب القرب من الله، واسيب المعيه، واسيب حل مشاكلي، واسيب ان المسؤوليات والهموم تتشال من على اكتافي، انا مش قادر، واروح لمين؟ طب ينفع الانسان يسيب بقى الصلاه بالجمال ده ويبقى في الدنيا في مشاكل الدنيا؟ هيتعب ومش هيقدر عليها. من مشاكل الدنيا اللي بيواجهها الشباب بالذات، انا هنتقل النقطه دي عشان وقتنا، بس يعني هنرجع للصلاه ان شاء الله في الحلقه الجايه باذن الله ان شاء الله. على طول على الشات وعلى الواتساب وعلى الفيسبوك وغيرها، والاذان بيأذن زي ما المتصل قال وهو مش ما بيقومش. لا. الصلاه ثقيله عليه. لا. هل ده من اللي هو مش فاهم معنى الصلاة، ولا الشيطان اللي بيعمل فيه كده؟ وإيه الحاجة اللي ممكن يعملها قبل ما ينام أو هو قاعد أحسن من الشاتنج والكلام؟ نعم، أنا طبعا اسمح لي أحيي الناس اللي كلمت واتصلت عن الصلاة. أنا بقول لهم أنتوا أكيد في قلبكم خير، وإلا ما كنتوش اتصلتوا، فلذلك إحنا بننصحكم يعني. فمسألة إن الإنسان يعظم الله سبحانه وتعالى، أقول لحضرتك حاجة، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا أبو هريرة راح السوق وقال لهم أنتوا قاعدين بتبيعوا وتشتروا وسايبين الناس بيقسموا مراس النبي في المسجد، مراس النبي بتقسموا أنتوا هنا؟ قالوا فين يا بابا؟ قال في المسجد. سابوا البيع والشراء وجروا على المسجد عشان ياخدوا من الإيه؟ من الميراث. فوجدوا اللي بيصلي واللي بيدعي واللي بيستغفر. أين يا أبو هريرة؟ أين يا أبا هريرة؟ قالوا هذا هو ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي لما تحدث عن المنافقين إن هم بيتخلفوا عن صلاة العشاء، قالوا لو وجدوا عرقا سمينا لكانوا أتوا ولو حبوا، يعني لو لقوا حاجة من متاع الدنيا كانوا سابوا وجروا. فأنا عايز أقول إيه؟ أنت ده بقى ايه جانب عملي، ان انت تفضل الله سبحانه وتعالى، ان انت تقدم الله سبحانه وتعالى، ان انت تكبر الله سبحانه وتعالى، ان انت تعظم الله سبحانه وتعالى. الله اعظم من الفيس ومن النت. يعني حتى احيانا كنت بكتب لهم ايه، يعني الصلاه اولى من الفيس، الصلاه خير من الفيس، يعني الصلاه خير من الفيس، خاصه في صلاه الفجر او ما شابه ذلك. دي دنيا ورايحه، وبعدين مفيش حاجة في الدنيا تغنيك عن الفرض، تغنيك عن لقاء ربنا، تغنيك عن طاعة ربنا، عن معية الله سبحانه وتعالى، عن محبة ربنا سبحانه وتعالى. ده والله كل ما عدا ذلك وجع قلب. أنا بشكرك شكرا جزيلا، ودايما الوقت بيمر بسرعة مع حضرتك. جزاك الله خيرا. جزاك ربنا يبارك فيك. شكرا جزيلا، ربنا يحفظك. كان معانا شيخنا الجليل الشيخ أحمد الجهيني من علماء الأزهر الشريف، وهنكلمكم في حلقات جاية كتير عن ربنا عز وجل، عن حب ربنا عز وجل. وفي آخر الحلقة، بما أننا كنا بنتكلم عن الصلاة، حابة أقول لكم صلوا صلوا صلوا، وادعوا من قلبكم للمولى عز وجل،
والله لو عندك هم الدنيا هيزول، عشان ربنا أراد اللي هو يزول عنك. اخشى على ربنا واسجد له كتير، وقول له يا رب انت معايا. عارف يعني ايه تبقى في معية المهيمن؟ وانا اقصد اقول المهيمن لان ربنا معنى اسمه عز وجل المهيمن، هو المتصرف في كل شيء. يعني انت لو مش عارف تنجح في حياتك، ربنا بقدرته هينجحك. مش عارف تعمل حاجة، ربنا هيرشدك للطريق. انت في معية الملك عز وجل، في معية ربنا. يا رب دايما يجمعنا حب ربنا عز وجل، واشوفكم على خير دايما. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.